إدارة الأزمة كنت بتقصد إيه؟ كنت بقصد إن إنك تلحق الأمور بشكل احترافي، بشكل سريع، حتى لا تتفاقم وتصل إلى ما وصلنا إليه الآن. نعم. دلوقتي الناس كلها قاعدة بالفيديوهات يا كابتن شوبير، خلاص أنت في لحظة اللي بيحصل في الملعب بيتنقل في الشاشات، يعني كل الناس وهي قاعده في البيت في لحظتها عرفت ان في مشكله. طب هنفترض ان المفروض اداره نادي الزمالك وهي في المباراه بعديها بعد مباراه بيراميدز بدقائق عرفوا الموضوع، كان لازم على طول بمجرد ما شافوا الفيديوهات يبقى في تنسيق مع السفاره، في تنسيق مع اتحاد الكوره اللي هو بالمناسبه برضه كابتن شوبير دوره غريب جدا ان هو دي بطوله تحت مظلته، يعني طبعا في دوله الامارات ولكن هي تحت مظله اتحاد الكوره بتاعت اتحاد الكوره. مفيش خالص حتى بيان رد فعل اي حاجه، مفيش من الكلام ده مع مسؤولين السفاره. نبتدي نشوف الموضوع ده يتلم بسرعه ازاي. المفروض يتعمل 1 2 3، يبقى هنعمل 1 2 3، لكن للاسف ده ما حصلش، وبالتالي ده تسبب ان الموضوع بيتسرب اعلاميا بتصريحات الى حد ما غير مسؤوله. ادت الى ان الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. النهارده كان لازم على طول يبقى في بيان ان في اعتذار بشكل لطيف، هنعمل تحقيق نشوف مين المتسبب. نادي الزمالك بالمناسبه كان قريب مع نادي الوحده الاماراتي في دوره وديه قبل بدايه الموسم، فمن المفترض اصلا ان حتى الشخصيات المسؤوله عن تنظيم المباراه في الملعب لعيبه نادي الزمالك عارفاهم، عارفاهم شكلا حتى على الاقل. لو مش عارفه انا قصدي، لا انا قصدي ان يعني كان سهل يبقى في تواصل على طول مع نادي الوحده ومع الشخص اللي حصلت معاه المشكله، ويبقى في اعتذار لطيف، في زياره لطيفه، في بيان لطيف، الامور تهدى ما توصلش للمحاكم. وبعد كده يبتدي نادي الزمالك بقى ياخد قرارات، واتحاد الكوره ياخد قرارات ايا كانت القرارات عشان خاطر ما توصلش اللي احنا فيه. لان النتائج اللي ترتبت على كده ايه بقى يا كابتن شوبير؟ بعيدا بقى عن النتائج اللي هي القضائيه احنا ملناش دخل بيها، لكن فنيا ده هياثر على المباراه بكره، هيخليها اكيد اكثر سخونه، اكثر حده. لعيبه نادي الزمالك اللي هم المفترض في زملاء ليهم عندهم مشكله ومدير الكوره بتاعهم عنده مشكله، هينزلوا بكره عاملين ازاي في ظل العوامل الخارجيه اللي شغاله على السوشيال ميديا؟ انزلوا اكسبوا، انزلوا مش عارف اعملوا ايه، لا انسحبوا، لا ما تلعبوش، لا. فكل ده هياثر على اجواء المباراه اللي هي النادي الاهلي طرف فيها، فعشان كده احنا بنتناول برضو القصه دي ان احنا طرف في المباراه دي. بالاضافه لكده ان في ناس كمان، الناس اللي سخنت الموضوع فاكر كابتن شوبير كان بيقولوا ايه على حسين الشحات؟ وازمه الشيبي تعاملوا معاها ازاي؟ الناس اللي طبعا مع كامل الاحترام لكل الناس، لكن النهارده في مباراه فنيه في الملعب اللاعب تدخل بشكل عنيف جدا على حسين الشحات، كاد ان هو يكسر له رجله. الناس تاني يوم كانت بتهتف له بتقول له راجل يا شيبي. فالنهارده انت ده كان رد فعلك على حدث زي ده، منتظر ايه من الناحيه التانيه؟ ازاي هتطالب الناس بالهدوء؟ فهنا هنا دي المشكله كابتن شوبير، ان الناس محدش بيحط نفسه في المواقف اللي هي ايه، طب ما انا لو اتحطيت في الموقف ده نعمل ايه. فالنهارده المنظومه كلها المنظومه كلها عليها دور. يعني انا سريعا كده كابتن شوبير، مانويل جوزيه في ازمه شبه دي في 2000 في ايام الجيل الذهبي 2005 و2006 كان ازاي هو بيتعامل مع اللعيب بتاعه في ازمه الى حد ما قريبه لكده؟ قال له انت ايه اللي صور لك ان انت ممكن تتخانق مع في الشارع او تتخانق مع ضابط؟ انت احنا لعيب الكوره، احنا مش مهندسين حتى ولا دكاتره، احنا مش مهمين قوي كده في المجتمع ان احنا نبقى حاسين بنفسنا، احنا ناس بنقدم حاجه ترفيهيه. فالنهارده اللعيبه نفسها اللي يوصلها للمرحله دي، اللعيبه كلها بتكلم بشكل عام، اللي يوصلك للمرحله ان انت حاسس ان انت المفروض وانت قاعد عشان تنزل الملعب وانت مش مصرح ليك ان انت لازم تنزل الملعب. النهارده ان انت تعمل الحاجه اللي هي مش مصرحه. فالنهارده لازم المنظومه كلها كابتن شوبير تخرج من الازمه دي على الاقل نتعلم حاجه، مع احترامي كل الازمات اللي مرينا بيها كام شهر اللي فاتوا دول مختلفه على لعيبه واداريين، ما حدش بيتعلم منها حاجه.